بس لك شعري منكش. يلا عادي. نضال شو عم تعملي هون بدبي؟ أبي أنا واصل هلا من أمريكا وعم بتواصل مع رولا مش دايما يعني بتواصل معها فترة عبالي اشتقت لها بدي أطمن عليها أنه خطبي تقريبا شرس أنه خطبي أنه كيف خطبي وأنا معي خبر فبلاقيها باسطنبول مطرح ما أنا حتى اللي وقفنا فيها بنشيل النايلون نجي نحكي أسرارنا شوي نحكي أدي حصار ولا بدها جلسة في قصص كثير بتعرفوا اني طالع عشرة عمر حاكم وعزبات وقلم وظلم أهر مش ظلم انت قولي انا ما رح اقول انا بقول اللي صار بحقنا اي طبعا على مدار بس الحمد لله سبع سنين الحمد لله اخذنا حقنا سبع سنين عم نتحاكم بالقضاء اللبناني العظيم بقضية عملت على فقت علينا هاي صوتي طبعا ايه خلص ولا ما نحكي بقى انت ما تحكي انا خلينا نحكي في بس بعدين بنخبركم تفاصيل لانه هلا صار الوقت نفرح شوي نحكي ونخبر ونتسلى لانه هلا بنحكيهم نضحك عليهم وعليا وعلى كل الاشكال كان لا شك فترة مؤلمة جدا عنا اللي صار معنا يعني بس كنا نبكي بس ايماننا بالله كان كتير كبير فيعني انا بآمن بشغلي انه اللي الله معه ما ممكن ابدا حدا يقدر له لما انه كانت كل القصص يعني بشعة كتير وصلت فيهم بحطوا لها كاميرات وغرفة نومة يعني هيدي يا لطيف لما عرفنا إيه. يا لطيف قديها البنت تعذبت انه ممكن يعني انه كاميرا بغرفة نومة يعني تخيلوا كيف لما الدبوس طلع هالقد يعني طلعت الكاميرا هالقد بعدهم سحبوها ظباط مش هيك مظبوط ظباط بال محققين شخصيات مهمة بالأمن بلبنان مختصين بهذا الشيء سحب تخيلوا قدروا يوصلوا على غرفة نومة قدي كان في حق عليها بس ربنا يمكن نشكر الله لك انا ما بامن انه ربنا بيجرب لا انا كمان ما بامن بس انه هيدي التجارب اللي بنوقع فيها بحياتنا ربنا بيسمح انه نتجرب بس لا يجرب بونجور اجا يا بدري هيدا العريس حبيبي لك نحن ما قصدنا نصورك اوكي هاي عطانا شوي عريس رولا سعد بونجور ما مين عمي معي انت طيب يا عمي يا دي جريت الله يهنيكم يا رب ثانك يو كيف حبيتوا بعضكم من اول نظره انا عندي حب من زمان لرولا ايه انت I'm crazy بالعشرة كان عندي crush عليها ايه long time ago كنت تابع اخبارها يحيى امريكي لهيك رح يمرق كثير كلمات crush و etc ايه I got you some sweets thank you wow thank هذا تركي سويت and this is Lebanese sweet اكيد اللبنيز اكيد بس طيب شو اسمه طيب كم باتشي بعده فاتح My favorite. إيه. لما تعرفت على عائلتي أنا. It was through a friend. صاحبي كان رايح عائلي إنه رايح عند أنا من أصحابنا تيجي معي كده شو. بعدين السيارة عم يخبرني. الضيعة. الضيعة. الضيعة اللي أنت بتحبيها. ضيعتك. واو. يا. بس قولي للناس وين ضيعتك. كل باتا. فخبرني انه في somebody we're going to see وبعدين قال لي انه بغني مع صباح انه he was talking about Rula
بعدين قال لي نبغي مع صباح، قلت له يعني كورس مع صباح يعني او ماي جاد. ما كنت والله خطر ببالك انه ما انا ايه ما كان عبي ما حكى لي انه طبعا تعرفوا انه ما حكى لي انه كنت مع صباح ديو يانا يانا يس اوكي من كافي كان قطعت التسجيل. اوكي سو ذن هي منشند رولا. I said قصدك رولا سعد؟ قال لي يس رولا سعد. قلت له اوه هيدي اللي صباح غنيت معها مش هي؟ نو نيفر نيفر. بس ذاتس وات هابند. هيدي اللي بحب هيك بيحكي. انا لا بس انا ابدا اي نو اي نو اي نو بس انه you know. انا غنيت مع صباح حبيب قلبي بس تو مي ذاتس وات يعني هيك طلعت مني. اوه صباح غنيت مع رولا مش رولا غنت مع صباح. وبعدين رحت ورايت اواي I seen my love. I saw him. أنت طلع طلع هم بالكاميرا. ماشي شفته عم بيصورني من السيارة. فأنا شفته بطريقة بوزيتيف إنه مش معقول شو طيب لهالقد مبسوط فيه وعم بيفرجيني قديه هو. مع إنك معود على الفانز وهيك. بس بطريقة. بس بعد ما نزلت السيارة ساتني بالسيارة بصورها من السيارة. حتى لو معودين بيبقى بتختلف من طريقة لطريقة. ففي شيء بيبقى different. فأنا كنت قايلة إنه خلاص بدي أعيش peace ما بدي حدا بحياتي أبداً وهيك. هو نفس الشيء لحد أختي زينة عم بتقول مش معقول شو هذا وزينتي وأصحابي مش معقول شو هالزلمة المرتب special. إن شاء الله الله يبعث لك واحد مثله. بقلت القعدة؟ لا لما فل لما فل. قلت له انا ما بدي يعني ما بدي ارتبط بحدا. فقالت لي انه انا بدي اطلب هيك من ربنا. ايه وبعدين هنيك بالقعدة مع انه ما كتير هو قاعد صار يحكي مع كوزينتي اكتر مني وانا اصلا كنت مشغولة عم حضر قصص. ليه مع كوزينتي اكتر مني؟ لا لانه هي كانت عم تحضر عشاء عم تفوت وتروح وتجي على المطبخ لأنه بيحاول يتعرف عليك يا شاطرة من خلال حولك مش لأنه مش مدعم. برافو عليك. لا بس أنا ما أنه أخذت وعتير بس حسيت أنه في شيء صار عندي الكريوزيتي أني أتعرف عليه أكثر. صار حديث بيني وبين فيه وهيك حكى قصص صار عندي الكريوزيتي أني أعرف أكثر عنه. انه قديش دلمي قوي قديه هو مسابر قديه هو يبلش العصامة. انا من كل الناس بحب الناس اللي بيبقوا من مشي عملوا شيء مثلك مثلي ومثلك ومثله ومثل كتير عالم. مش هيك انا دايما بقول بوتشيلي موت فيه لانه من مشي عمل شيء هو حدا ما بيقشع وكان وضعه عاد ولا بل اقل عمل مستحيل وصار من اهم فنانين بالعالم بالاوبرا. وبرجع بعطي اكزامبل بافاروتي قد ايه هو هالحدا السبيشال. لما قدموا له غنيه لبافاروتي بصوت بوتشيلي قال لهم مين اللي مغنيها؟ ما في حدا ممكن يغنيها بالطريقه اللي هو غنيها وبالمستوى اللي هو غنيها. فقدم له الغنيه لقلو. شوف هيدا الشيء اللي نحن بنفقد له بالعالم العربي. طبعا اكيد انا شفته مع صباح بطريقه مختلفه. شفته مع صباح كيف يعني؟ صباح ليجند. شئنا ام ابينا في ناس شو شئنا ام ابينا ليجند طبعا يعني مش لانه هلا فارقت الحياه انه نسيناها. لا بالعكس هي من احلى بالنسبه لي. احلى شيء صار بحياتنا كلبنانيين وهل يعني بوزيتيف وبتحب الحياه بكره بنحكي بقعده كثير التقينا فيها كيف قعدنا وياها اول مره. كيف انا حابب اسمعها. ايه من خبرك بقى. مشان هيك بقول انه بحب هيدي النفسيه. مهم تنرجع لحديثنا. صار في مثل هيك تاتش بس قررنا ما نشوف بعضنا خلص. واي قررنا اتس لونج ستوري. بدنا نحكي لكم اياها مره ثانيه. اي لاف يو جايز وي هاف تو ليف. معزومين على الغداء وعم بيتلفنوا لنا بشي رايحين رح نكفي معكم ونخبي اسرارنا اللي بلشنا فيها بالاول. ايه رح نخبي لكم اسرار بحياتكم مش سامعينا لتتعرفوا على شخصيات مفكرين شيء وهني nothing. هني أسوأ مخلوقات ربنا.
تعرف على رولا الحقيقيه. لا لا مش انا بعرف نضال مش رولا. اسوأ بس كل انسان رولا 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 الانسان عنده البكي والعذاب. لا نشكر والى اللقاء. خلي عينك على الجرس.